وحول تطورات الوضع الميداني في الشمال السوري ينضم إلينا من هناك دليار جزيري الصحفي. أهلا بك دليار مجددا إلى نشرة الظهيرة. حبذا لو تقرب لنا الصورة أكثر حول كيف يبدو المشهد الميداني اليوم في مجمل مناطق الشمال السوري وخاصة تلك التي تشهد اشتباكات. مرحبا بكم. نعم، مرتزقة داعش جبهة النصرة والاحتلال مسنودة بطيران، والجيش التركي تحاول التقدم في محور بلدة أبو راسين زرقان. تم هجم المرتزقة بالأسلحة الثقيلة والدبابات على قرى أم عشبة، باب الخير، باب الفرج، داودية، عنيك الهوى، وقرية المحمودية. تصدى مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية للهجمة واستمرت الاشتباكات، يعني حتى الآن ما زالت مستمرة هناك في هذه القرى التي ذكرناها اشتباكات عنيفة، وخصوصا بعد أن ترك عناصر النظام السوري بعض النقاط في تلك القرى التي ذكرناها، وتدخل قوات سوريا الديمقراطية على الفور وتصدوا يعني منعوا تقدم المرتزقة، والاشتباكات حتى هذه الأثناء مستمرة في تلك القرى. وكانت الاشتباكات الأعنف في قرية عنيق الهوى، وهذه القرية تقع على سلة مكانها عالي، لذلك المرتزقة يحاولون التمركز في هذه القرية، ولكن مثل ما قلنا تصدى لهم مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية، وهناك عدد كبير من قتلى المرتزقة في هذه القرى. ويعني الآن في هذه الأثناء ما زالت الاشتباكات مستمرة، ومنع مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية من تقدم المرتزقة. ومن في المحور الثاني، محور رأس العين تنتمر، هنا أيضا تشهد اشتباكات قوية، وتحديدا في قرية الصالحية. هذه القرية تقع في منتصف طريق تنتمر رأس العين، يعني تقع تحديدا بين البلدتين، وهي إداريا تابعة لمدينة رأس العين. المرتزقة ليلة أمس بعد انسحاب قوات النظام من هذه القرية تقدموا في محور القرية وتمركزوا في عدة نقاط فيها. المرتزقة في هذه الأثناء يعني يحاولون التقدم نحو قرية العريشة التي تبعد عن قرية الصالحية يعني حوالي 2 كيلومتر، وهنا يتصدى للمرتزقة مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية. والاشتباكات في هذه الأثناء تدور بالأسلحة الثقيلة، لأن المرتزقة يستخدمون الدبابات والمدرعات، وهناك أيضا يعني ضغط عناصر النظام الذين كانوا يتركون نقاطهم، رأيناهم على حواجز الموجودة على طريق تنتمر. كان قولهم يعني عندما سألناهم لماذا تنسحبون، يقولون نحن أسلحتنا خفيفة، ويطالبون قياديهم في النظام السوري أن يستخدم أيضا الأسلحة الثقيلة، لأن الدولة التركية تهاجم بالأسلحة الثقيلة. حتى أحدهم قال أين هي مضادات الطيران، أين هي المدرعات والأسلحة الثقيلة التي لدى النظام. وفي هذه الأثناء أيضا هناك طائرات استطلاع الدولة التركية تحوم على الأجواء، ويعني بالنسبة للوضع الميداني على هذا الشكل. أما بالنسبة للمدنيين وتحديدا للقرى التي ذكرناها، يخرج المدنيين باتجاه مدينة تلتمر. الآن المدارس في مدينة تلتمر مكتظة بالنازحين الذين فروا من الهجمة التركية على المنطقة، وهناك الأعداد الأكبر من المواطنين النازحين هم من أبناء العشائر العربية في المنطقة، لأن هناك قرى عربية كثيرة في المنطقة، وهم أيضا يهربون وينزحون من هجمات الاحتلال التركي. وحسب المعلومات التي وصلتنا من بعض النازحين، هناك ذهب وسلب للأماكن التي يدخلونها ويعتدون على المواطنين العزل. نعم نعم. إذن من الشمال السوري الصحفي دليار جزيري، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من معلومات.